السلام عليكم. اليوم كما وعدناكم نزيد نديرو عرض عن مستوى الإنتاج نتاع الجزائر في بعض الفواكه، واليوم سنختار 3 فواكه كما درنا في الفيديو الماضي. وهذا التقارير هذه هي تمت من طرف خبراء تاع منظمة الأمم المتحدة، وهي خبراء تابعين ل Food Agriculture Organization، إذن لا FAO، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة. إذن هذه التقارير هي تقارير رسمية، وحبيت نزيد نأكد نقطة مهمة جدا لبعض المتعلقين الجزائريين اللي يقولوا لي باللي أنت راك تزوخ وراك تشيت وكذا. أنا راني ندير نقل التقارير اللي راني نصيبها في المواقع نتاع منظمة الأمم المتحدة، في المواقع الرسمية. أنا ما رانيش نجيب من راسي، كي نهضر حاجة مانيش نجيب من راسي نقول باللي احنا هكذا ولا احنا رانا الأولين ولا. أنا نجيب تقارير رسمية من منظمات رسمية ومنظمات كيما نقولوا موثوقة، مانيش نجيب أي منظمة غير رسمية. كي ناخذ تقرير، أي كل التقارير اللي درتها في الفيديوهات نتاعي هي تقارير من منظمات، وما نجبدش انا الارقام هذه، ما راش نجبد فيها من راسي. اذن هذا هو. وثاني النقطه الاخرى، انا عندما نقول الجزائر القاره، الجزائر نتكلم من الناحيه الجغرافيه. انا ما عمري ما قلت الجزائر قوه اقليميه كما يقولها بعض الناس. انا كي نقول نتكلم على القاره، نتكلم على القاره من الناحيه الجغرافيه. هي 10 دولة في العالم من حيث المساحة، وأول وأكبر بلد في إفريقيا. هذه حقيقة، أنا ما زدت منها ما نقصت منها. إذن هذا التعبير مجازي، وأنا حر في التعبير تاعي، والتعبير هذا هو نابع من واقع. أنا ما رانيش أنا مانيش مروكي نستعمل الألوان ولا نتكلم بدون وثائق. أنا نتكلم بالوثائق، ونتكلم بالوثائق الرسمية، ما نجبدش وثائق غير رسمية. وكذلك أنا ما الأرقام هذه راني ندير غير نقل للأرقام هذه، وفيه بعض التعاليق. هذا لابد الإنسان يعلق على الأرقام هذه، لكن ما نزيد ما نقص. إذن كفانا من هذا التعاليق الجارحة والتعاليق الكاذبة والاتهامات، لأنه العباد اللي يغلطوا معايا أنا واش ندير؟ انسبريميه، انا اللي يغلط معايا نبلوكيه. هذا ما كان اللي يطيح الكلام، ما نرجع له، ما نرجع ما والو. انا ما عنديش الوقت باش نرجع لكل واحد. اذا انسان يغلط معايا ما نتجادل معاه، ما نحب نقنعه، ما كذا، يتجادل ويستعمل كلمات جارحة، اوب نبلوكيه وانتهى الموضوع. اذا هذه هي. الان اعود الى هذا الفيديو. هنا الارقام هذه نشرت من طرف منظمة الـ FAO، وهذه منظمة دولية تبع الأمم المتحدة. ما عندنا لا باع ولا معها، ما عندنا لا رشاوي ولا كذا. هذه منظمة عالمية معروفة تنشر الأرقام هذه، وكل سنة هذه التقارير هذه في كل المجالات، في ميدان الصحة ولا المؤشر التنمية البشرية ولا في ميدان الأمية، ولا كل هذه التقارير تصدر عن هذه المنظمات كل سنة. كل سنة فيها تقارير. إذن ما راناش نجبدو من راسنا، وهذه التقارير هاي موجودة هنا، تعود إلى سنة 2021. إذن احنا ناخذو الأرقام تاع 2021، ومن بعد كل واحد كيفاش نقولو الانتربرات كما يحب. هو يحب يدير بروجيكسيون على 2023، يحب يدير المهم أنا نعطيكم أرقام ونقول لك هاي ليك في 2021 كيف كان الانتاج تاع كل دولة، وانتهى الامر. وهذا هو الواقع. انا ما نتكلمش، انا راني عندي نسبري داناليز، انا قلت في الجامعة ومهندس، عندي لسبري كاري، نفكر بطريقة اناليتيك ماشي انالوجيك. كاين اللي عنده تفكير انالوجيك، يدير مقارنه كبير عليه صغير عليه. انا عندي انسبري انالوجيك
واناليتيك، يعني الانسان يحلل. اذا نعود الى فاكهه الدلاع. اين الجزائر تحتل المرتبه الاولى في انتاج الدلاع في افريقيا، ونشوف هنا بنسبه 2 ملايين طن سنويا. تأتي السنغال 1.6 مليون، ثم دائما وأبدا مملكة موروكو الصغيرة تأتي متأخرة مقارنة بالجزائر. إذن هذا هو ترتيب، وهذه هي يعني القيمة تاع الإنتاج للجزائر. وكذلك عندما نتكلم على مصر، لابد أن كل مرة نتكلم على الإنتاج تاع مصر، لازم ندير في بالنا بلي مصر عندها 120 مليون نسمة. إذن هذا مهم جدا. نروح للفاكهة الثانية، وهي فاكهة البرتقال أورنج. إذن فاكهة البرتقال الجزائر راهي في المرتبة الثالثة بعد أفريقيا الجنوبية ومصر. كما قلنا مصر عندها 3 ملايين طن سنويا، وللعلم أنها تنتج هذه القيمة لكثافة سكانية، يعني الاستهلاك هو كبير جدا، وبطبيعة الحال يكون الإنتاج يحاول يتماشى مع الكمية أو بتاع الاستهلاك في أي بلد. إذن هذا هو المرتبة الثالثة، ودائما وأبدا مقارنة بمملكة موروكو دائما تأتي موروكو متأخرة. نروح للفاكهة الثالثة، وهي فاكهة التمور. نشوف أنه بالنسبة لفاكهة التمور كذلك مصر عندها إنتاج كبير 1.7 مليون طن، والجزائر في المرتبة الثانية 1.18 مليون طن، تقريبا 1.2. وتأتي دائما وأبدا مملكة موروكو في المرتبة متأخرة. إذا هذا هو التقرير اللي خص هذه الفواكه الثلاثة، واللي هذه الفواكه الثلاثة يعني الدلاع والتشينا أو البرتقال والتمور، هذه فواكه مهمة جدا في النظام الغذائي في مجتمعاتنا. إذا الوضعية تاع الجزائر نقدر نقولوا يعني الموقع تاع الجزائر موقع مشرف في إنتاج هذه الفواكه الثلاثة، إذا يعني استثنينا مصر في الحالة الثلاثة، وين مصر عندها يعني النسبة تاع اليد العاملة كبيرة جدا، يعني بلد تاع 120 مليون نسمة، وبطبيعة الحال تكون عنده هذه الكمية نتاع الإنتاج. وكذلك نقطة أخرى حبيت نأكد عليها، أن المقارنة تاع الجزائر مع المغرب مش من باب أنه المغرب هو يعتبر إن ريفيرونس هو لازم نقارنه به. أنا راه إحنا أي إنسان في الجزائر وفي المروك على باله بلي رانا في حالة حرب إعلامية الآن، وهذه الحرب الإعلامية انطلقت من عندهم منذ سنين، هما في حرب إعلامية ضد الجزائر، ومؤخرا زادت الحرب هذا، والجزائريين تفطنوا لهذه الحال الوضعية هذه، والآن نحن مجندون لمجابهة الهجمات الإعلامية ضد الجزائر. لابد علينا أن نجابههم، لأن الحرب الإعلامية هذه الحرب النوع الخامس التي تستعملها دول كثيرة، وهي لا تقل الحرب الإعلامية والبروباغندا وحملات الكذب والغش لا تقل خطورة على الحرب الكلاسيكية. إذن نحن في حالة حرب، وكلنا مجندون للدفاع عن بلدنا، والدفاع عن تاريخنا، والدفاع عن اقتصادنا، والدفاع عن الموقع نتاعنا، وهذا واجب علينا
اخر ما ممكن ان نديره. اذا حتى واحد ما يجي يقول لي خلينا من المراركه وخلينا ما نقارنوش بيهم، هذه هذه التعليق هذو غير مقبوله في الحاله هذه. الناس اتفقت مع الكيان، كيان في الغرب، اتفق مع كيان في المشرق، واتفقوا مع فرنسا وداروا اتفاقيات، واتفقوا على وداروا وسائل، عندهم ميزانية باش يحاربوا الجزائر اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وتاريخيا. راهم في حالة حرب، يريدون تدمير الجزائر من الناحية الإعلامية، وكذلك يريدون يحبطونا المورال، يحبوا يحبطونا يعني يحبوا يضرونا في المعنويات نتاع الشعب هذا، ويرجعونا نشكوا في التاريخ تاعنا، ونشكوا في جزائريتنا، ونشكوا في الدولة تاعنا، باش تكون هذه الحرب البسيكولوجية هذه تكون بريباراسيون، باش من بعد يعني يقدروا يتدخلوا بطريقة مباشرة. إذن احنا ما نخليوهمش، ولازمنا نواجبوهم، ولازمنا نردو عليهم، ولازمنا نحطوهم في الموقع نتاعهم، لازم كل واحد نحطوهم في المكان ديالهم. وهنا هذا الفيديو هذا وهذه المقارنة هي طريقة باش تحطهم بالدليل، بالتقارير تاع الأمم المتحدة، باش تحطهم في الحجم نتاعهم. هذه الدويلة هذه تحطها في الحجم نتاعها، وهذا مهم جدا. إذن نحن على العهد باقون، والأيام بيننا، والسلام عليكم.